السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إن شاء الله اليوم بإخواني بدنا نشوف كيف بدنا نصلح مروحة سرعات. طبعا هي أكثر من بجوز 4 5 سرعات، لكن هم بيستعملوا فيها 3 سرعات فقط لغين الأطراف الأخرى زي ما انتم شايفين. بدي أشوف إنه بدنا نصلحها، يعني فيها طرف ما بوصل وباقي الأطراف بتوصل. طبعا الطرف اللي ما بوصل، أنا ليش بحكي لكم إنه ممكن إنه إحنا نصلحها؟ لأنه الطرف المشترك اللي هو الخط الرئيسي، الطرف المشترك هو اللي ما بوصل، وغالبا لما يكون طرف المشترك ما بوصل يعني باقي أطراف السرعات بتوصل، بكون فيها أفرلود داخلي، بكون هذا الأفرلود فاصل. طبعا احنا هسه الان بنفكها مع بعض وبنشوف اذا كان الاوفرلود فعلا فاصل او انه فيها حرق، وهذا الفصل نتيجة عن الحرق. طبعا انا شايف انه ملفها نظيف، لاحظوا على اساس هيك انا بحكي لكم انه ممكن احنا نصلحها. طبعا قصيت انا هنا شوية خيط، بعدين اجى في بالي اني اصور، فخلوني اكمل تقطيع الخيط. طبعا راح نقطع الخيط، احنا زي ما بنعرف هاي المحركات زي ما شرحنا في سلسلة بلاد الشام، وزي ما شرحنا في فيديوهات مراوح السرعات، انه هذا النوع من مراوح التكييف بيجي المشترك، خط المشترك يعني نربط عليه سلكين، خط مشترك وخط مكثف، خط مشترك وخط مكثف، سلكين نربطهم مع بعض وبنحط عليهم خط التشغيل اللي لوحده. فهذا بكون يعني احتمال عليه الأفرلود، أو بكونوا حاطين على خط السريع مرات الأفرلود. طبعا الآن أنا عندي المكثف، هاي هو، هذا هو عليه خط أبيض وخط بني. طبعا إحنا لو نشوف الخط البني الأبيض، عفوا الأبيض، هذا هو، وفي أبيض طالع عند أسلاك الكهرباء. ولو إحنا نشوف الأبيض إيش هو الألوان اللي طالعة، طبعا الأصفر زي ما انتم شايفين هاي، والبرتقالي لو، والأزرق ميديوم، والأبيض عليه N يعني منتر. فبدنا نفكهم ونشوف إحنا إذا موجودة على خط السرعات، السرعة العالية، أو على خط المشترك. بفك أنا الخيط وبرجع لكم إن شاء الله، خليكم معنا. طبعا الأفرلود وجدته أنا عند خط السريع، هذا هو الآن، هذا هو خطين الأفرلود، لاحظوا الأفرلود بكونوا غارزينه جوا الملف، في داخل الملف يعني من هون، وهي الأسلاك واصلة على الأطراف. طبعا احنا بنقصه من هون، إذا بدك تركب أفرلود مكانه بتركب، أو بتلحمه نفس السلكين، بتلحمهم في بعض وبتعزلهم. أنا ما بفضل إنك تسحب رأس الأفرلود اللي مغروز بالملفات، لأنه الورنيش قاسي شوي، فبلاش تقطع معك أسلاك ولا شيء. بتقص السلكين من هون وبتعزلهم، والسلكين اللي قصيتهم بتوصلهم في بعض، وبتشوف انه صار التوصيل عندك او لا، زي ما راح اسوي انا الان. خلوني اقصهم انا وارجع لكم، بلاش نطول. طبعا انا نسيت اورجيكم في البداية اول انه كيف ما بوصل، يعني الطرف الابيض ما بوصل مع باقي السرعات نهائيا، يعني هي على السرية، السرية ما ضبط. لكن لو فحصنا بين السرعات بكون في إضاءة، هذا بدل انه الطرف الأبيض هو اللي فاصل فقط. لاحظوا الآن في توصيل، الآن في توصيل، طبعا مع الأبيض ما في توصيل زي ما انتم شايفين، ما طلع الصوت يعني إضاءة للسرية، هون في إضاءة مع الأبيض ما في إضاءة. لكن طبعا انا خليه هنا موصول الابيض مع اي طرف سرعات، وانا فصلتهم الان السلكين هيهم زي ما انتم شايفين، الان هاي السلكين انا فصلتهم الان، بدي اوصل بينهم مثلا، خلوني اوصل بينهم. لاحظوا إضاءة خفيفة للسرية، لاحظوا انتوا هي في شرارة،
لاحظوا الآن ضوت اللمبة لما وصلت بين خطين الأبرلود. ولو نلاحظ احنا راح نوجد نلاقي فيه مغناطيس خفيف. ها اسمعوا صوته، هذا بدل انه المحرك شغال. طبعا الان انا بوصلهم وبعزلهم وراح اجمع المروحة على اساس اني اورجيكم كيف شكلها المروحة في الاخر، خليكم معنا. طبعا الان انا وصلته وربطته زي ما انتم شايفين، هاي الوصلة اللي انا عملتها، هاي المعكرونة تبع عليها، معرفش اذا واضحة، هاي المعكرونة. طبعا عزلت النقطة الاخرى، وصلتها وعزلت النقطة الأخرى وربطته تربيط كامل. لكن ملاحظة هون عند التربيط يا إخوان، لأنه هذا عليه ورنيش قاسي، فإحنا مندور على الفتحات الوسيعة بين المجاري على أساس نمرق السنارة، ندخل السنارة منها وما ندخلها في مكان حشر ونشد بزيادة، خوف لأنه يقطع معنا سلك، لأنه هاي أسلاكه رفيعة جدا، فبلاش يقطع معنا سلك ويحصل معنا مشاكل. فانت لو وين في فتحة وسيعة دخل فيها خيط وربطه. الان بحط عليها شوية ورنيش على الخيط محل ما ربطته انا على اساس انه ما يفك طبعا، وبنفحص الان كمان مرة على اساس نتأكد انه ما انقطع معنا سلك وما انقطع معنا اشي لها. ان شاء الله. طبعا هاي السلك الابيض نفحص مع باقي، الحمد لله التوصيل موجود وكل شيء موجود. هاي مغناطيس طبعا الان انا دهنت ورنيش زي ما انتم شايفين، دهنته من الجهة الثانية شوية. الان ان شاء الله بجمع المحرك، هاي قطعه، وبركبه على اساس انه تشوفوا كيف شكله المحرك على اساس تعرفوا لما تشوفوا واحد مثله، وبرجع لكم انا بعد ما اجمع على اساس انه نشغل ونشوف انه كل شغلنا تمام او في اي مشاكل لا قدر الله. خليكم معنا. طيب والان انا جمعته المحرك وبدي اشغله. طبعا هاي اسلاكه طبعا اللي حكينا المشترك اللي هو اللي لونه ابيض والبرتقالي البطيء. طبعا انا الان بشغل على اللمبة قاعد، الان خلوني بس انقل للكهرباء. الان المحرك اشتغل زي ما انتم شايفين هون، هاي السرعة البطيئة، والأزرق السرعة الوسط، والأصفر السرعة السريعة. طبعا امبير مش ساحب امبير، يعني مش ساحب شيء لانه قدرته صغيرة. طبعا هاي هي اخواني، ف يعني نصيحتي انا برضو كمان ما تستعجل لما يكون المحرك عندك في عطل انه مباشرة تحكي بالدولاب، لا ممكن يكون ممكن تصلحه ويعني وتوفر على الزبون وانت تاخذ يعني رزقتك بالحلال، وزبون يعرف انه انت انسان امين وشغلك نظيف وبتوفر عليه. طبعا هذا الكلام بيبسط الزبون منك كثير. وهاي هي اخواني، ان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي الفيديوهات، ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا التوحيد، لا إله إلا الله محمدا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.